الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، أرقام التواصل راح تكون موجودة معكم على الشاشة، ونسعد بمداخلاتكم ونفيد ونستفيد. اليوم الحلقة حقيقة نحتاجها في حياتنا اليومية، في حياتنا العملية، في يعني شيء أصبح من ضروريات الحياة، فلابد أن نتفقه فيه، ولابد أن نسلط الضوء عليه، ولابد يعني أن نعرف هذه الشريحة اللي أصبحت اليوم عايشة معانا في بيتنا، أصبحوا منا وفينا، ألا وهم الخدم. الخدم يا إخوة يا كرام، قد جاءت النصوص وصحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل معهم. الخادم يا إخوة يا كرام يعني مو بكذا بس، يعني تعال شل وحط مع السلامة، لا لا، في حقوق، في واجبات، في آداب، في مستحبات، في أمور جاءت فيها الشريعة في كيفية التعامل مع هذا الخادم. احنا برنامجنا هذا وذكرهم، وسعينا جاهدين واصلنا من بداية الحلقات، وقلنا ان اصلا الحلقة هذه راح تكون ناخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية والعملية، كيف كان يتعامل مع طبقات المجتمع. وانتهينا من شريحة كبيرة الحمد لله، وصلنا اليوم راح نتكلم كيف كان يتعامل مع الخدم. هل كانت لهم معاملة خاصة او لا؟ هل كانت لهم منزلة؟ ام كان الاسلام يهمشهم ويهينهم ويجرحهم بكونهم خدم؟ لا، خلونا نشوف، نقف عند النصوص والأخبار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فن ومهارة التعامل مع هذا الإنسان الذي من الله عز وجل وجعله يشتغل بين يديك. قبل ما نسرد الأخبار والنصوص التي جاءت في ذلك، بقف معكم عند قصة جميلة جدا لصحابي جليل اسمه زيد بن حارثة بن شراحيل. زيد بن حارثة يا إخوة يا كرام طفل صغير غلام، شالته أمه ومشت فيه حتى تزور أهلها، فدخلت يعني دخلوا أناس على خيول وكذا وهجموا هذه القبيلة، وصار ما صار بينهم، وخطفوا زيد بن حارثة، شالوا زيد بن حارثة وعرضوه للبيع في سوق عكاظ. سوق عكاظ معروف في المملكة العربية، موجود لليوم. عرضوه للبيع، من الذي اشترى زيد بن حارثة؟ اللي اشترى زيد بن حارثة يا إخوة يا كرام حكيم بن حزام. اشترى حكيم بن حزام زيد بن حارثة، يعني ولد صغير، وأعطاه هدية لمن؟ لعمته. منو عمته؟ عمته خديجة بنت خويلد، أعطاها قال هذا تفضلي خذي، هذا هدية مني لك، لأنه كانوا من قبل يا إخوة يعني يبيعون ويشترون فيه بالعبيد وكذا وبالخدم. عفوا. فاشترى حكيم بن حزام وأعطاه لعمته. من هذه عمته؟ خديجة بنت خويلد. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخادم هدية، قالت هذا يعني فلان خذا يخدمك ويكون تحت أمرتك. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وسنين، وجلس يشوف تلك الأخلاق وذاك النبل وتلك السماحة وتلك المعاملة. يعني لا يخفاكم هو من؟ رسول الله، هو المدرسة الذي من خلال نحن ننطلق ونستقي تلك المفاهيم النيرة وتلك الأخلاق اليانعة وتلك الابتسامات المشرقة وذاك الحنان والعطف، والله لن تنتهي وستجف الأقلام إن جلسنا نسرد سماحة ذاك الرجل العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب اسمعوا شو اللي صار. خرج قوم يريدون الحج، فأتوا بيت الله عز وجل الحرام، فوجدوا من؟ وجدوا زيد بن حارثة، فرآهم عرفهم وهم عرفوه. زيد بن حارثة انتهني، يعني أبوه كان حزين حزن شديد،
يعني حارثة بن شرحيل كان حزين حزن شديد على فقد ابنه، وجلسوا يبحثون عنه ما وجوده، سرق الرجل في الحرب، سرق الرجل واخذوه، والجماعه باعوه في سوق عكاظ. وقع دار الوقت ووقع هذا الرجل في يد من؟ في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوه اخذوا يعني اخباره وانه جالس عند بيت الله الحرام وكذا، وذهبوا لمن؟ لاهله. وصلوا لأبوه قالوا ترى يا فلان ابنك حارث بن زيد وجدناه موجود عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابني هناك. اي نعم ابنك هناك. فخرجوا أهله حارثة بن زيد، أبو زيد بن حارثة اسمه حارثة بن شرحيل، ومعه أخوه من؟ كعب بن شرحيل. انطلقوا الجماعة يريدون بيت الله الحرام حتى يلتقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا هناك، وين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو موجود في المسجد. ذهبوا إليه مع المسجد وتكلموا معه، أنت سيد الناس وأنت فيك الكرم والجود وفيك العطاء وكذا، احنا جايينك اليوم عندنا طلب. قال تفضل وشو عندكم؟ قالوا يعني وقع بين يديك غلام لنا، هو ابن لنا، فيعني نطلب منك أنك تعتقه وتجعله حر في سبيل الله عز وجل، ونبغي نرجعه يعني لأمه وأهله وقبيلته وعشيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم وذاك إن شاء الله راح يصير، لكن أنا عندي طلب بسيط، أنا ما أستطيع أن أعطيكم رجل، خذوه، أنا سأخير هذا الرجل، بجيب زيد بن حارثة وأمامكم راح أتكلم معه، يا زيد هذول أهلك، إن أردت أن تذهب معهم اذهب، وإن أحببت أن تبقى معي فأنت وذاك. وموافقين؟ قالوا نحن موافقين. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وجاء زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل زيد بن حارثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف هؤلاء من؟ فقال نعم، هذا أبي زيد بن شرحيل، وذاك عمي كعب بن شرحيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أحببت أن تذهب معهم فأنت وذاك، هذول الجماعة جايين أهلك، أبوك وعمك يبغون يأخذوك وترجع تعيش مع أهلك وقبيلتك وقومك، إن أحببت أن تذهب معهم توكل، وإن أحببت أن تبقى معي فأنا لست بمانع إنسان أحب أن يبقى معي، أنا ما راح أمنعه، الأمر راجع إليك. ماذا قال زيد بن حارثة؟ قال زيد بن حارثة والله ما لست بتارك رجل مثلك يا رسول الله، أنا لا يمكن أني أتركك وأذهب معهم. فأبوه وعمه جلسوا يتكلمون معاه، يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لك أنه راح يعتقد، خلاص تذهب أنت وتعيش مع قومك وأهلك وأمك وأرحامك، وتختار العبودية على الحرية كيف؟ ماذا قال لهم زيد بن حارثة؟ قال لقد رأيت من هذا الرجل يعني أمور لست بتاركها أبدا، أنا شفت من هذا الإنسان أخلاق وفضل وسماحة وطيبة وتعامل وإحسان، أنا مو بتاركن أبدا. تخيلوا ماذا فعل، يعني رضي أن يبقى في العبودية وأنه عبد مملوك، ولا أنه يترك محمد صلى الله عليه وسلم ويذهب حور طليق مع قومه، أصر أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ زيد بن حارثة وخرج به مع الناس، وجلس ينادي أهل قريش اسمعوا، هذا زيد ابني وإنه وارث ومورث، زيد ابني وإنه وارث ومورث، حتى أنه زيد كان يسمى زيد بن محمد إلى أن أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. فيعني كانوا يتسمون الابن الذي يتبنى وكذا يسمى لي من رباه، كان يسمى زيد بن محمد، يعني من زود ما أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعيش معه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه من العبودية لكن بقى عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوة سماحة هذا التعامل العظيم اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعله يختار أن يبقى عبد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يذهب مع قومه. معنا اتصال، إبراهيم النقبي من خرفكة.
حيا الله أخوي إبراهيم، يا مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. مساك الله بالخير يا نور القنوات الفضائية، كل حظ. الله يبيض وجهك، نور نورك يا طويل العمر. الله يسلمك. اليوم أنا متضايق شوي لأني ما تابعك صراحة من وراء التلفزيون لأني برا على البيت، بس حبيت أعلق بي أشارك. الله يسلمك، شرف لنا يا طويل القناة، قناتك وقت ما تحبها. حبيب قلبي الله يسلمك. إياك الله. أبي أتكلم في موضوع وايد مهم، بس ببدي فيه تدريجي وتحملني شوي، على الأقل لو 3 دقائق تعطيني وقت للبرنامج. نعطيك 5 دقائق إن شاء الله. حبيب قلبي تسلم. الله يسلمك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا بركز على نقطتين أخي فيصل في هذا الحديث، وأنت ساعدني خلاص أردشن حتى المستمعين يستفيدوا منها. طيب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده. هذه لمنه؟ هل هي لعوام الناس ولا للسلطة في الدولة؟ طبعا أنا ما أتوقع أن في واحد يعني دارس ألف باء بالفقه يقول أن لعوام الناس. تكون مثلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الاب من باب المصلحه يقدر يغير بيده اذا شاف الغلط على عياله، لكن انا من عوام الناس شفت غلط في الشارع اغيره في يدي بدل المصلحه بزيدها مفسده انا. وهذا الشيء ابي الناس انه يستوعبون فيه ان هذا الشيء غلط. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض نفهمه صح عشان نطبقه صح، بدل لا تصير مفسده يكون في اصلاح في المجتمع. الحديث فيه نقطه جدا مهمه، فان لم يستطع يعني في عدم استطاع ورب العالمين يزر فيها، فاذا ما توجد الاستطاعه ننتقل للي بعدها، فان لم يستطع فبلسانه. رب العالمين عذرك بعد اذا لم تستطع فبلسانك. نرجع للمرحله الاخيره، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هذا بيننا وبين الناس. إذا كان هذا هو الإنكار المنكر بهذه الطريقة بين الناس، إن الشرع يراعي فيها المصلحة، فما بالك بالنقطة المهمة اللي أنا كنت مهد لها. هل مثل ما إحنا نشوف من بعض الطائشين إن ينزلون مقاطع من خلف اليوتيوب ولا في الانستغرام يتكلمون مثلا على الحاكم الإسلامي ولا الشيخ الإسلامي، هل هذا صح ولا غلط؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن. شو يقول الرسول في هذا الباب بالضبط؟ شو يقول في حديث ما أدري يعني هذه اللي مستوين فيها أبطال يعرفون الحديث ولا لا: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية. شو معنى لا يبدها علانية؟ يعني لا تطلع، يعني بقولها برمستنا احنا، لا تطلع خلف اليوتيوب يا حاكم فلان، وهو على باله هو اللي يطبق الشرع، على باله انه هو الشجاع اللي ما يخاف بالله لو مثلا، وهم خالف السنه باللي قاعد يسوي. في يعني في لفظه اخوي ابراهيم، عفوا، في لفظه يعني مهمه جدا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي تفضلت فيه وذكرته: اذا راى احدكم من اميره ما يكره، انت قلت مباشره، فلا يبديه علانيه. كلامك صحيح، هكذا الحديث، لكن في لفظة قبل فلا يبديها علانية في الحديث: فليذهب إليه ولا يبديها علانية. يعني إذا أنت عندك بيده، أيوة، يعني المقصود اللي أبغى أقوله، عندك شيء على الحاكم، عندك شيء على ولي أمر معين، روح له هناك وتكلم باللي تبغيه. على العموم أنا راح أعلق، لكن تفضل واصل كلامك. وفي لفتة جدا جميلة في القرآن الكريم، نبي من الأنبياء رب العالمين أمره بالنصر لأسوأ الخلق في زمانه، ولزمانه ما توقعنا فيه أسوأ منه، اللي هو فرعون. رب العالمين لما أمر بنصر فرعون شو قال له؟ نركز في الآية: فأتيا فرعون. ما أمر رب العالمين أن يفضح أمام الملأ، أطلع المناظر وفضح فرعون، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى. فأتيا فرعون فقولا له قولا لينا. يعني هذه هي العبرة من النصيحة، أن المنصوح يستفيد منها، مع أنه يقول أنا ربكم الأعلى، يعني أكثر عن كذي ما في. أسوأ الخلق في زمان ما أتوقع به من بعد زمان حتى فرعون أسوأ منه. صحيح، أي نعم، أحسنت. والناصح منهم نبي من الأنبياء، فما بالك بالحين اللي يطلع. يعني حتى في كلمة، سامحني آخر كلمة بقولها، تفضل. الكلمة اللي هي تطلع: علماء السلاطين وأنتم تخافون من السلطان. يعني أنا هالكلمة دائما أحب أقولها. شو يقصدون؟ بشو يقصدون يقولون تخافون من السلاطين؟ إحنا الحين نتكلم على هالهواء. يعني ما تطلعون وتنكر، هي ما تطلعون. إذا طلعت وتنكر لا، أنت تطلع فيها أنت بتيقع. إذا ما طلعت أنا أستغرب بعض اللي أقول، والله العظيم يعني أنا أتمنى أمثالك أنت وغيرك اللي تطلعون في الفضائيات. الله يسلمك. دورون الناس، فهموهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان لا يخوهم من باب الحمق. يعني
تسمح لي بآخر نص دقيقة؟ تفضل تفضل. أقول لك موقف صار لي أنا يمكن من قبل 6 سنوات. ما شاء الله. كنت مع واحد يعني من هذه اللي متحمسين شوية اللي يسموهم الجهاديين. فقال لي كلمة وكانوا يا شوية كثير طلاب يعني مغرر فيهم الصحة التعبير يعني. فقال لي بالله قال إبراهيم من أكثر السلفية ينكرون فرض من فرائض الدين. قلت له شو هو الفرض؟ قال لي الجهاد. كيف ينكرونه؟ يخافون من السلطان من هالكلام؟ قلت له أسألك سؤال تجاوبني عليه بكل صراحة. قال لي تفضل. قلت لي الصلوات المفروضة كم في اليوم؟ قال لي 5 صلوات. قلت له حلو. وكان الوقت تقريبا اللي أذكر وقت المغرب. قلت لي لو جيت لك وقلت لك نصلي صلاة الظهر تصلي وياي؟ قال لي طبعا لا. قلت له يعني أنت تنكر صلاة الظهر؟ قال لي ما أنكرها لكن لها شروط. قلت له حلو. أنت ما تنكرها لكن لها شروط. الجهاد له شروط، هل أنت تطبق شروطها صح؟ عشان نقول عين جهادكم صح ولا لا؟ ما شاء الله عليك انت فقيه ما شاء الله، ويعني ضربت لهم مثال جميل. واتوقع من بعدها سكت خلاص. لا ما سكت. لو سكت تمنيت انا والله. لا هذول الناس اصحاب هالافكار شروط الجهاد ما يعرفها أصحاب هالأفكار يا أخوي إبراهيم، يعني قد شوشت عقولهم وزرعوا فيها شبهات. يعني أنت بتقول كذي تحصلهم ملقنين من قبل كيف يرد عليك أصلا. على كل حال أنا إن شاء الله راح أتكلم في هذا الموضوع اللي ذكرته، هو جميل حقيقة ونحتاجه والله بيض وجهكم. مشكور يا طويل العمر. وسامحني خط من وقت البرنامج، أدري الناس يستمتعون بكل حرف يطلع. الله يسلمك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك وايد والله يوفقك. الله يبيض وجهك. مشكور يا الغالي. مشكور. إبراهيم يقول إن إنكار المنكر، إنكار المنكر كما جاء في الحديث على درجات، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوة المنكر، في منكر أنت مخول بإنكاره، في منكر أنت مش مخول بإنكاره، يعني عليك أن تقوم بالنصيحة فيه فقط. أنا رب لأهل بيتي، أهل بيتي أنا مسؤول عنهم صح، زوجتي عيالي غيره كذا، أنا ممكن أني أرى فيهم منكر وكذا، ما أقول هذا المنكر لا هذا متعلق بس بالسلطان، لأن هني يجب عليني أنا أعلم عيالي أنصحهم أوجههم غيره. لكن أنا رأيت منكر عام موجود في دائرة حكومية في شارع في أيا كان من أنواع المحرمات، هناك محرم موجود، هل أنا أروح مباشرة مثلا أمسك لي يعني عصا وأطلع حق الناس هذول ويسشخط فيهم؟ ليش؟ والله رسول الله قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده. لا يا إخوة، لأن هذا المنكر ما أنت مالك حق أنك تنكره، لأن أنت مالك سلطة وولاية على هذول. إحنا نعيش في دولة فيها نظام ولي أمر وولي عهد وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وهناك أبواب مفتوحة اليوم في القانون أنك تشتكي على منكر رأيته في مكان معين، والحمد لله رب العالمين في كل مكان تجد هذا الشيء، تجد أن هناك يعني موجود. يعني خلني أضرب لك مثال، أنا أضرب لك مثال أنا شخصيا يعني صار لي هذا الشيء قبل فترة. أذكر دخلت في مول من المولات في أحد يعني في أحد إمارة من إمارات الدولة، فرأيت امرأة تمشي أمامي أجنبية لابسة لبس قصير تماما، يعني 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 عورتها المغلظة شوي بتطلع نسأل الله العافية والسلام. وأنا عارف أن عندنا قانون الاحتشام أن ممنوع هذول يطلعون في مكان مثل كذا، ممنوع، في أرقام معينة تتصل فيها لسيكوريتي أو إدارة المول يطلعوهم برا. وفعلا يا جماعة الخير بحثت لي أكبر باب موجود من بوابات المول، الرقم موجود، الرقم هذا موجود، تتصل السلام عليكم في وحدة يا أخي تمشي أمامي لو سمحت متعرية كذا كذا، والله أمامي جشت سيكوريتي أمام الناس في المول، قالها اطلعي برا. هي كانت تمشي مع رجل زوجها الله أعلم، اطلعي برا، وهي ستشوفني كأنها يعني عرفت أني أنا المشتكي عليها، طلعها برا. إذن أنا مو بأنا مسكتها من يده وسحبتها برا، أنا مشيت بالإجراء القانوني في اتصال في كذا اتصلت وفعلا. فإحنا أنا وأنت وغيرنا لو نرى مثل هذا المنكر ونتعامل معه بالطريقة هذه لن يبقى منكر في البلد، لكن امشي بطريقة سليمة في كيفية علاج هذا المنكر. أما أنك تتحمس وتتشنج على الناس وتطلع خلق الله تتعامل معه بأسلوب غير صحيح، لا. على كل حال هذا الموضوع بعده في تفصيل، بس فاصل ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. هناك أمور يا إخوة يا كرام يعني ذكرها أخونا المتصل إبراهيم، وهذه الأمور حقيقة مهمة جدا، وأنا يعني ما حبيت أني أطول في الموضوع لأن في عندنا شغل كثير هنا نحن مجمعين نبغى نتكلم فيه عن حق الخادم، لكن للأهمية بهذا الاتصال وفعلا نحتاج هذا الشيء في حياتنا فلابد أن نتكلم فيه حتى لو نتوقف عن حلقة اليوم وما نتكلم فيها. يا إخوة يا كرام، المجتمعات اليوم يعني تأج بالفتن وتأج بالبلايا، وأنتم شايفين قدام عينكم كم من المجتمعات التي تمزقت، كم من النساء اللي رملوا، كم من الأسر التي تفرقت، كم من النساء اللي ترملت ضاعوا بسبب إيش؟ بسبب اختلال عندهم ما يسمى بالسمع والطاعة لولاة الأمر، أهملوا هذا الجانب وقصروا فيه وخرجوا على ولاة الأمر وتمردوا عليه، وقامت المظاهرات والثورات وغيرها. كانت النتيجة إيش؟ كانت النتيجة كما نرى نحن اليوم ونشاهد من تمزيق للدول المجاورة لنا. يعني إحنا ما نتكلم أمور هي من نسج الخيال أو أمور يعني قد أكلها الدهر وانتهت، مو أنا إحنا مو بجالسين نتكلم عن أمور قديمة راحت وخلاص فيصل الله يديك تتكلم، لا نتكلم الآن موجودة وما زالت. يعني يمكن أنا الحين أكلمكم وهم هناك عندهم القصف يشتغل من وراء شو؟ طيب يا إخوة، من وراء يعني اختلال الميزان الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يخص السمع والطاعة لولاة الأمر. لا تفتح أذنك لكل أحد، يعني هذا أخونا إبراهيم يقول جاه واحد يعرفه ويتكلم معاه، أنتوا ليش تعطلون الجهاد وليش ما تجاهدون في سبيل الله؟ هو رد عليه بطريقة سليمة، قال تعال نصلي الظهر الحين، قال لي بعد ما أذن. إذن في شروط للصلاة، دخول الوقت، الأذان، غيره. أما أنا بس كذي، الجهاد كذلك له شروط وله أركان وله أمور إذا تحققت تحت راية ولي الأمر وغيره. هكذا الإنسان يعني يجاهد في سبيل الله عز وجل بطريقة سليمة وفق ضوابط شرعية مؤصلة كتبها أهل العلم وعلموا فيها الناس. أما كل واحد كذي شاف مشكلة صارت قص تذكره وينت يا البلد أنا بروح أجاهد، شاف منكر راح متكلم يتشنج على الشاشات، مثل ما قال أن هناك من يقوم على الشاشات في اليوتيوب ويتكلم على ولي الأمر، يا الشيخ الفلاني أنت فعلت كذا ولنا البلد فيها كذا ولنا. مو بالطريقة هذه يا إخوة، إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، ليش إحنا ما أعرف يعني ليش نلف وندور على هذه النصوص؟ لأن الهوى وحظوظ النفس التعيسة هي اللي تجعل الإنسان يتمرد للنصوص النبوية. يا أخي ما أتاكم الرسول فأخذوه، ما أتاكم الرسول فأخذوه، هذا نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليذهب إليه ولا يبديها علانية. أنت تريد تسقط هيبة الحاكم وهيبة الحكومة وهيبة الدول، شو اللي تبغي توصل له؟ يعني تبغي تمرد المجتمعات على ولاة الأمر، تكون النتيجة شو؟ تكون النتيجة ثورات ومظاهرات، لا سمع ولا طاعة. انكسرت شوكة ولي الأمر بسبب من؟ بسببك أنت لما جالس تشنج على المنابر ولي الأمر ولي تقدح وتسبسب فيه. مع مرور الوقت أصبح ولي الأمر ما له ميز شيء، ما عنده أي هيبة ولا لها أي ميزان في المجالس ولا أي مكان، كل من هب ودب يتكلم ويجرح فيه، ما يصلح يا أخوة. هذا دين، هذا دين. طيب في منكرات، نعم في منكرات، ما في مجتمع اليوم ما يخلو من منكرات. أنا ما أتكلم عن دولتي أنا بكوني إماراتي، إحنا نتعامل مع حكومتنا وشيوخنا سربي حفظهم، هذول بشر يا أخوة، بشر مش ملائكة نازلين من السماء، يعتريهم الخطأ، يعتريهم العيب، يقعون بالزلة، يقعون بكذا. لكن احنا في نعمة عظيمة في بلد مسلم موحد، نعبد الله، نصلي، نصوم، مساجد عامرة، مراكز القرآن، البرامج الدينية. انا هذا البرنامج الحين لما طلعت في هذا الحين هذا البرنامج بس كذي جيت ودخلت من هذا الباب وقلت لهم يجيبوا الميكروفون وتكلمت. هذه البرامج مر لنجان أمنية لدقيق لولاة أمر ومسؤولين كبار اعتمدوه، خلف الآن يتكلم. اللي أبغي أقوله لك أن ولاة أمرنا ما تمانعك أن أنت تتكلم في دين الله، أنت تعلم الناس، تعلم الناس الآداب الأخلاق. إحنا نعيش في دولة مسلمة، مش دولة ضد الدين ولا تحارب الدين.
دولتنا فيها خير وفيها نفع وفيها يعني مراكز القرآن اللي عندنا الأموال اللي تصرف لها سنويا يعني مبالغ يا إخوة يا كرام هائلة، أنتم ما تتخيلون. الفكر الموضوع بسيط، الحمد لله رب، إحنا في نعمة عظيمة. في شيء مش عاجبك يا أخي في هذا؟ أنا سبق وتكلمت أذكر قبل فترة عن هذا الموضوع يا أخي. شيوخنا ولاة أمرنا الله يبيض وجيههم مجالسهم والله مفتوحة، وأنا على يقين جازم وسبق وقلت لا يمكن أن يأذيك ولي أمر إذا رحت يا أخي وقلت كلمة طيبة بكل أدب وذوق واحترام، بيّنت وجهة نظرك، هذا اللي عليك يا أخي بيّن. أنت لازم تبغي الناس يسمعون لكلامك؟ لا، أنت ناصح عندك حاجة بالدليل بالبرهان وبالأدب، روح عند ولي الأمر طويل العمر الغالي الله يبيض وجهك، احنا نحبك والله النقطة الفلانية يا ليت تتغير، ترى هذا ما يجوز، قال الله قال رسول الله، هذا اللي عليك. استطعت توصله الله يبيض وجهك. الله عز وجل ما راح يسألك عن أمر ثاني، الله ما راح يسألك ليش ما تغير هذا الشيء، الله ما راح يقول لك ليش ما رفعت السيف ما دام ولي الأمر ما سمع منك الكلام، ما راح يسألك. اطمن، عليك أنك تنكر المنكر وتبينه بالطرق الشرعية السليمة. أما أن نتمرد على ولاة الأمر ونزعزع الشعوب والأوطان، لا والله، دم المسلم غالي يا إخوة، دم المسلم مو برخيص. في الحديث لأن تهدم الكعبة أغلى ما عند المسلمين شو بيت الله الحرام. تهدم الكعبة يا إخوة يا كرام حجر حجر أهون عند الله من قتل نفس المؤمنة. واحد بس مسلم يموت ولا يهدم بيت الله الحرام؟ يطيح في الأرض يهدم بأكمله، تهدم الكعبة في الأرض بأكملها، ولا يقتل مسلم مؤمن واحد، لأن دم المسلم حرام. ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا في حجة الوداع، قاله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. دم المسلم عظيم عزيز. طيب احنا لابد نحافظ عليه، كيف نحافظ عليه؟ إن لم نعزز في الناس وفي نفوس الناس السمع والطاعة لولاة الأمر. يا أخي فيصل، ولاة الأمر ظلمونا في دولنا، أكلوا أموالنا، خلونا نموت من الجوع، خلونا ما محصلين ربطة خبز. هذه فتنة وابتلاء، طالب بحقك، استطعت أن تأخذه الحمد لله، ما استطعت اصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال سترون بعدي أثره وأمور تنكرونها. مستنكرين اللي هالس يصير في بعض الدول من أمور محرمة وغيرها وكذا، أنت مستنكر. ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ الصحابة الذين قالوا ماذا تأمرنا يا شو نسوي يا رسول الله إذا شفنا هذا التغيير وشفنا هذا المنكر وشفنا هالمحرمات قد شاعت في المجتمع، شو نسوي؟ ما قال رسول الله خرجوا على الحكام، وما قال رسول الله عقدوا مجالس سرية، وما قال رسول الله خططوا جمعوا أسلحة، وما قال رسول الله البسوا أحزمة ناسفة ويلا روحوا وفجروا الدوائر الحكومية، خرج على الحاكم وقوموا بعمليات اغتيالية، ما قال هذا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الصبر مطلوب، الإنسان يصبر، والتاريخ مرت فيه مثل هذه المحن ومرت فيه مثل هذه الأزمات، كانوا ناس يصبرون ويتحملون. الإمام أحمد جلد وضرب ظهره يعني أمام الملأ عند فتنة خلق القرآن، وكان يدعو يعني للأمير في ذاك الوقت أن المعتصم أظنه أن الله يهديه ويصلح ويعفو عنه وعفى عنه، وكان يجلد. والفتنة كانت في الدين لما قالوا أن القرآن مخلوق، وهي عقيدة المسلم أن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله، القرآن ليس بمخلوق. هم يريدون أن يقولوا أن القرآن هذا مخلوق، يعني الله قال كن يا القرآن استوي شوي صار هذا القرآن هذا الكتاب. لا، احنا نعتقد كمسلمين أن هذا القرآن هو كلام الله، الله عز وجل تكلم به، هذا كلامه سبحانه وتعالى. مع ذلك الإمام أحمد صبر وكان يدعو للسلطان. فيا أخوة احنا في خير، احنا في نعمة، احنا في كذا، لا تنظروا لأمثال هؤلاء أبدا المشغبين. واليوم بدوا هذول الناس وهذه الشريحة تستغل يعني النشأ، الشباب الصغار يدخلوا لهم في تويتر، يدخلوا لهم في الفيسبوك، يدخلوا في الانستغرام والسناب شات، يدخلوا على الخاص يغذي راسه بشبهات وأمور، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، يجيب له يعني نصوص عامة
شكلها شكل النص يوحي على جواز الخروج على الحاكم وكذا. والحبيب هذا المسكين الولد الصغير بما أنه ما عنده حصيلة علمية ما عنده شيء مسكين حصيلته يسيرة خلاص ينقاد وراهم ويمشي. الإنسان مأمور يا أخواني يرجع لأهل العلم الكبار ويسأل ويتثقف في الدين. شو أسوي يا جماعة خير؟ أنا دخل لي شخص قال لي كذا كذا صراحة هذه الآية تقول أن الحاكم كذا كذا شو أسوي؟ نقول لك تعال هذه الآية معناتها كذا كذا بدليل الآية الثانية والجمع بين النصوص والأخبار. بعد ذلك أنت تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى نور. أما إثارة الفتن والفوضى في المجتمعات الخاسر الأول هو أنا وأنت وأمي وأمك وأبوي وأبوك ودولنا وأطفالنا. يا إخوة عندنا دولة متعوب عليها، هذه الدولة دولة الإمارات تعبوا عليها أهلها تعب شديد حتى وصلت اليوم وأصبحت تناهض الأمم بحضاراتها وثقافتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقل ما شئت. احنا ما نتكلم هذا الكلام ترى جالسين نجامل بأحد، ها تخلي واحد بعد شوف الانستغرام انت مطبل جالس تطبل لولاة الأمر جالس يعني تتمسح فيهم. هذا اللي ندين الله فيه يا إخوة. ما تقول هذه حقيقة نشوفها أمام عيننا. إحنا في خير وفي نعمة عظيمة علينا في هذا الوقت وفي هذا الزمن أن نتكاتف ونكثف الجهود في الالتفاف حول ولي الأمر. ولاة أمرنا مش أي أحد، لا لا، ولاة أمرنا ينحطون على الجرح يبرى، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا اللي ندين الله عز وجل فيه. نسأل الله أن يحفظهم ويبارك في أعمارهم ويبارك في حياتهم واجعلهم هداة مهديين. إن كان هناك تقصير موجود في الدولة أو حرام ندعو الله عز وجل باسمه الأعظم الواحد الأحد أن يرزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تحثهم وتعينهم على الخير في إزالة بعض المنكرات أو المحرمات التي قد تكون موجودة في الدولة. ما ندعي لهم الكمال أبدا، نعم الخطأ والتقصير قد يوجد من مكان لآخر، لكن إحنا في نعمة عظيمة ونعيش تحت ظل ولاة أمر نحبهم ويحبوننا ويحترموننا ونحترمهم إلى أن نلقى الله عز وجل. طيب تكلمنا كثير، نرجع شوي لأصل الموضوع اللي إحنا بنينا عليه حلقتنا. وقلنا يا إخوة كرامنا راح نتكلم اليوم عن الخادم، وذكرت لكم قصة زيد بن حارثة بن شراحيل واللي حصل معاه، كيف أنه صبر وتحمل أنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام تلك البلايا، أنه عبد قال لا أبقى المهم في ظل النبي صلى الله عليه وسلم وعيش معه ولا أني أرجع مع أهلي. رأيت شيء كبير من الأخلاق والذوق والأدب وغيره. جاءت نصوص وأخبار قد حثتنا على احترام الخادم. من تلك النصوص في الحديث إذا صنع لأحدكم خادمه طعام ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده أكلة أو أكلتين. الخادم يا إخوة يا كرام إذا صنع طعام وجهز لك الأكل، الخادمة في البيت جهزت الأكل وتعبت عليه وفعلت وكذا، يا إخوة يا كرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فليأكل معه، خليه يأخذ معه شيء، خلوه يأكل معه شوي، لكن أنه يترك بالطريقة هذه لا. الحديث يحتاج تفصيل، بس فاصل ونعود إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أرقام التواصل يا إخوة موجودة معكم على الشاشة، ونفرح بمداخلاتكم ونفيد ونستفيد. طيب يا إخوة، احنا تكلمنا يا إخوة يا كرام وذكرنا أن من الأمور التي لابد علينا أن نراعي فيها وضع الخادم يا أخوة، أن هذا الخادم صنع طعام وتعب عليه وقطع ونظف وغسل، فما يصير يا أخوة يا كرام أن هذا الرجل يعني أو هذه يعني العاملة في المنزل تعبت على هذا الطعام وهي هذا الأكل وينحط في الصالة ويأكلون فيه أهل البيت وهي المسكينة تأكل حاجة
يعني ما يحسب حسابها فيه، ما يصلح. لابد ان احنا نراعي نفسيه هذه الخادمه المسكينه، جالسه تشتغل وتتعب وغيره، فطبيعي جدا بما انها يعني اذاقت رائحه هذا الطعام وتعبت فيه، طبيعي جدا ان تشتهي تاكله. لان ليش نقول هذا الكلام؟ لان بعض العوائل يخصصون اكل بسيط جدا او مبيت مثلا في الثلاجه حق الخدم، والاكل اللي يطبخ في كل يوم هذا خاص لاهل البيت. هذا يا اخوه ما يصير، يعني هذا فيه جرح خاطر هذه الخادمة المسكينة العاملة، وفيه يعني جرح لمشاعرها. فعلينا أن نراعي هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. ماذا قال؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم: فليأكل منه فإن كان الطعام مشفوها. شو يعني مشفوه؟ يعني أنت خليت العامل في البيت عندك يسوي لك أكل، لكن هذا الأكل يعني يوم يالأكل يدوب يكفي حق الضيوف الموجودين. مشفوها يعني قليل، يدوب يكفي حق الموجودين. قال صلى الله عليه وسلم: فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. يعني عطل الخادم العامل هذا شيء بسيط منه أقل، بس خليه يذوقه، لكن أنك تكسر في خاطره أبدا هذا ما يصلح. معنا اتصال عبد الله من الشارقة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فيصل حياك الله، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، سلمك، تفضل. شيخ فيصل، أنا عندي استفسار. أنا الحين على أيام مقبل للزواج، تمام؟ ما شاء الله، الله يتمم لك. عندي تخوف من هذا الموضوع اللي أشوفه بالسوشيال ميديا ومن حالات الطلاق ومن هالأمور، يعني على أتفه الأمور في حالات الطلاق. إيه. فحاب تنصحني في هالموضوع. أنت تزوجت ولا بتتزوج؟ بتزوج. إيه، الله يسهل لك إن شاء الله ويتمم لك على خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله يسلمك أخونا عبد الله. يعني تكلم في أمر صراحة في غاية الأهمية، يقول إن أنا مقبل على الزواج، ولكن يعني الوضع أصبح مخيف ونسبة حالات الطلاق كثيرة جدا في المجتمع صارت، وإحنا ما نبغى نبالغ ونقول كثيرة جدا، نعم في نسبة ومخيفة نوعا ما، لكن هناك بيوت مستقرة آمنة مطمئنة، يعني أهله عايشين بخير وأمن وأمان وقلوب متوالفة وأرحام متزاورة وأنفس متحدة، فالأمور طيبة يعني تبشر بخير. نعم هناك ثقافات دخيلة دخلت علينا بما يخص مثلا هو قال السوشيال ميديا، وأفسدت لنا الكثير من البيوت ومن الثقافات ومن المفاهيم ومن كذا، والمجتمع أصبح يحمل يعني ثقافات غريبة وعجيبة جدا 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 تقود الانحلال، يعني انحلال المجتمع بما يخص البيوت يعني للأسف الشديد. فأصبح الواحد اليوم يخاف يتزوج، يقول لك يا أبوي أنا صراحة أخاف أتزوج، خاف أتزوج ويصير لي مثل ما صار حق ربيعي، وأنا شايف ربيعي كل يوم في المحكمة، وشايف فلان ما يشوف عياله مطلق، وشايف فلانة، فصار في يعني نوع من الخوف. احنا نقول لا يا اخوة، لا، الانسان يحسن الظن ويقدم على هذه الحياة الجميلة الا وهي مشروع الزواج. هذا مشروع مهم جدا ان الانسان يقدم عليه، بالذات امام الفتن الموجودة اليوم في المجتمعات كثيرة جدا، يعني فضروري الانسان يعف نفسه ويتزوج ويتحصن ويرتاح في بيته. لا تنظر للامور السلبية هذه، انظر للايجابية وتحرى يوم أنك بتي بتتزوج، تحرى المرأة الصالحة يعني اللي فيها الخير وفيها الدين وعايشة في مجتمع في بيت يعني تربت على الأخلاق والأدب وعدم يعني مجادلة الزوج والصوت العالي وقلة الأدب، عز الله السامعين وكرمكم جميعا. هذه البنت إذا كانت عايشة بالطريقة هذه بإذن الله إحنا نضمن مجتمعات سوية ما فيها إن شاء الله هذه الأمور اللي اليوم نوعا ما يعني موجودة في المجتمع. فالإنسان يستخير يعني يمشي بالطريقة السليمة. أنا رأيت بنية عجبتني يعني لأي سبب من الأسباب عجبتني هذه البنت، أصلي استخارة، دق الباب وصلي استخارة وأقدم وأسمع على قولتهم، دق الباب وهي كل جواب. ويا إخوائي الكرام، في أمور يعني تخلي الإنسان يرتاح، يعني يقولون من أحكم البدايات سلمت له النهايات، من أحكم البدايات سلمت له النهايات. كيف يعني؟ أنت عندك شروط لهذه الزوجة، في أمور تبغيها، في أمور تحبها، أيا كانت هذه الشروط، هذه الشروط قد تكون مش متوفرة في هذه الزوجة يوم يد خطبتها. يا أخي خليك واضح معاهم وقولهم،
يا فلانة أنا مثلا أبغي واحد اثنين، أنا أبغيك تسوقين، أنا ما أبغيك تسوقين، أنا أبغيك تتنقبين، أنا ما أبغيك تشتغلين في المكان الفلاني، أنا مثلا لبسك لازم يكون كذا كذا، أنا تراني بسكن في شقة إلى الآن أنا ما عندي بيت، أنا ترى بيتي الآن بسكن في ملحق صغير مع أم. كونوا واضحين يا أخويا كرام، أنت كذلك كوني واضحة، كوني واضحة مع هذا الرجل، ترى يا فلان شوف أنا وضعي كذا، أنا مثلا موظفة، أنا نص راتبي يروح مثلا حق امي وابوي، مو بدي تقول وين راتبك كلش تعط. كونوا واضحين يا اخويا يا كرام، اللي اقصده اللي ابغى اقوله الانسان يكون واضح، احكم بداياتك من البدايه احكم سلمت لك النهايات. اذا احكمت البدايات وانطلقت في حياتك الزوجيه من هالمبدا بترتاح. ترى احنا اتفقنا باكر يوم بيصير شيء في المستقبل، ترى ايش تقول؟ ترى انا قلت لك هذا الشيء ايام الخطوبه لو تذكرين، صح؟ وانت وافقتي عليه، وهي نفسي بتقول له أنا قلت لك أني مثلا ما بطلع من هالوظيفة وانت وافقت، الحين أنت تقلب الدنيا لا أطلعي ولا ولا. إذن إحنا اختلفنا لأننا لم نتفق، إذا اتفقنا ما راح نختلف. فيا أخوة يا كرام، أتمنى أن ندخل في هذا المشروع العظيم ألا هو مشروع الزواج وإحنا مضبطين أمورنا ومتفقين على كل حاجة. لا لا فيصل، الأمور طيبة، ما في زوجة ما تسمع كلام زوجها، خلي تتزوج، ما يحتاج نحط شروط ونحط أشياء، ما يحتاج يا ريال، كل زوجة ترى تسمع كلام زوجها. للأسف هذا الكلام اللي نسمعه وهذا كلام غير صحيح. الزمن هذا تغير، الأمور مش مثل قبل. هذا الكلام كنا نعم موجود من قبل، يعني الأجيال اللي سبقت وانتهت، هذه الأجيال كانت المرة إذا دخلت بيت زوجها نعم سمع وطاعة، واللي تامر عليه راح يصير يتنفذ. الحين لا، الحين على كل حاجة تروح المحكمة قدم الطلب خلع، تخلعك بدقيقة واحدة. وفي الحديث المخلوعات هن المنافقات، جاء في الخبر، لا أذكر الآن مدى صحته. فيا إخوة يا كرام، يعني الـ 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 الأمور اليوم تغيرت، والمفاهيم والثقافات، السوشيال ميديا والمسلسلات والأفلام، هذه جرأت النساء اليوم على أن يسلكوا طريق التمرد على الزوج، لا سمع ولا طاعة للزوج، وتسوي اللي تبغيه، وصارت المرأة هي ولية أمر، وهي اللي تأمر وتنهي في البيت. فصارت يعني القوامة اللي كانت مناطة بالزوج انتهت. بسبب شو؟ بسبب أن كل طرف من الأطراف لم يمارس دوره الحقيقي. أنت ولي أمر، مارس دورك الحقيقي ستسعد في حياتك. أنت كأم كزوجة مارسي دورك المناط بك، لا تأخذي دور غيرك. أنت زوجة رايحة تلي سوق السمك تشتري سمك، ما يصير. هذا دور الأب الزوج، أنت دورك تربي عيالك، تخدمي بيتك، تقومي باحترام الزوج وتقديره وخدمته وتدريس الأبناء، هذا دورك أنت كأم، صح؟ وهكذا يا إخوة، فهم النفسيات أمر جدا مهم. الإنسان يفهم زوجته، هي شو تبغي، شو تحب، أنت افهمي هو شو يبغي، شو يحب، شو يكره. الأمور اللي يكرهها تبع ابتعد عنها، الأمور اللي يحبها أسعى في يعني في تنفيذها له. وفي أمر جدا مهم يعني لازم أنا صراحة أسلط الضوء عليه، حتى يعني باجلنا من البرنامج يمكن 5 دقائق أو أقل أو أزيد شوي. يا إخوة يا كرام يا أعزاء، أنت مقبل على حياة زوجية وأنت مقبل على هذه الحياة الجديدة، لا يعني هذا أن الحب قد يتحقق معاكم من أول يوم، من أول شهر وشهرين. قد تعيشوا في أول سنة سنتين حياة ووضع متلخبط تماما، في تصادم بالثقافات، تصادم بالأعراف، تصادم بالهوايات، تصادم في أمور كثيرة. الموفق اللي الله يوفقه ويدخل في حياة زوجية ويعيش مع إنسانة روحها تشبه روحه، هواياتهم نفس الشيء، يحبون هذه الأكلة، يحبون هذا النوع من الطلعات، يحبون يسافرون لهالبلد المعين، عقولهم، ثقافتهم، عاداتهم، تقاليدهم نفس الشيء، هذا الموفق. هذا عهد توافق من الله، إذا الله رزقك امرأة بالطريقة هذه تعيش معها وانت مرتاح، خلاص تفهمك وتفهمها من أول بدايات، تسلم لك أمورك وتعيش مرتاح. لكن إذا دخلت في حياة وأنت دخلتي في حياة أختي الكريمة وشفتي أن زوجك ما يوافقش في كثير من الأمور، يعني أنا الآن أتكلم على مداخلة أخونا عبد الله، أن الواحد صار يخاف يدخل في حياة زوجية يصير طلاق. ليش يصير طلاق يا أخوة؟ لأن لم يتحقق فهم النفسيات في هذه العلاقة. لا أنت استطعت أنك تفهم نفسيتها
ولا هي استطاعت أنك تفهم نفسيتها نفسيتك. شو السبب؟ السبب أن كل واحد أبغي ينتصر، أنا أبغيك أنت تتبعيني باللي أنا أبغيه، وهي تبغيه هو يتبعها باللي هي تبغيه. صارت مشادات، وقع الخلاف، وقعت الفرقة. لا، لكن إذا أنا بس أجاهد أني أفهم أنت شو تبغي، بحقق لك مبتغاك، وأنت بتسعي جاهد اللي فهم هذا الرجل شو يبغي، بتحققي له مبتغى، ما راح تصير الخلافات. لكن لا لا لا، أنا أبغي كذي بس، خلاص يتنفذ. زين زوجتك ما تحبه، هذا لا يعتبر أنه عيب فيها. لا يا أخي، ثقافتها، عقلها، نفسها، هواياتها، هي شو تحب يا أخي. جاملوا، المجاملة مطلوبة في الحياة الزوجية، جاملوا بعض. الأمر اللي أقوله يا إخوة، أن الطلاق اللي يتحقق اليوم ويقع في أول حياة، في الحياة الزوجية، أول أيام، أول سنة وسنتين وثلاث، سبب عدم تنازل أحد الأطراف عن مبادئ الطرف الآخر التي تقبل التنازل عنها. لا أنا متنازل ولا هي متنازل، هي تشد وهذا يشد، لا والله ما ارتحت له، ما عقله ما عيبني، عقله مو مثل عقلي. هذا الكلام اللي نسمعه، تفكيره غير عن تفكيري. النتيجة طلقوا الجماعة. طيب يا جماعة خير، أعطونا نفسكم فرصة، صبروا شوي. الحياة الزوجية تحتاج صبر، تحتاج تأني، تحتاج يعني فهم نفسيات. أنا متى بعرف أن أنت شو تحب؟ معقولة راح أعرف أنت شو تحب بيوم وليلة؟ بيوم واحد أنا بعرف أنت شو تحب؟ لا، مستحيل مستحيل. خلت مر الأيام، يومين، ثلاث، أسبوعين، ثلاث، راح أفهم أنت شو عقلك، شو تفكيرك، شو تبغي. لا تحكموا على حياتكم بالانهيار بأول أيام زواج. الحبيب شهر العسل، توه 6 شهور، فلان قالوا أنا ما أبغيها، ما أحبها، بطلق. ليش؟ ما ارتحت وياها. تبى الصدق الشيخ، كم صار لك متزوج أخوي؟ 6 شهور. حكمت على حياتك بالطلاق والانهيار، دمرت مستقبل بنية مسكينة، وانت بعد ضيعت حياتك والمصاريف والفلوس اللي انصرفت، هذا كله حكمت عليه خلال 6 أشهر. توك في أول الطريق أنت أصلاً، عشان تفهم هذه المرأة شو، عشان تفهمي هذا الرجل شو. فيا أخوة يا كرام، عطوا أنفسكم وقت وصبر وتأني ويعني طولة بال حتى تفهموا الطرف الثاني. أما أن الأمور تؤخذ بيوم ولا بشهرين وثلاث، لا والله، حتى سنة. أول علاقة الزواج كلها تمثيل يا أخوة، كلها تمثيل. الواحد يمثل أنه ما في أجمل عنه، لكن النهايات تطلع هناك البلاهوي على قولتهم. فطولوا بالكم وتأنوا لبعض، وفهموا بعض، تنازل أنت شوي وهي تتنازل شوي، تمشي الحياة وتعيشوا بسلام. أما يا أخوة يا كرام، أنت لازم تنقادي لي وأنا لازم أنقاد لك، النتيجة هي الانهيار. راح نعيد هذه الحلقة بما أننا لم نتكلم فيها أبدا، ألا وهي حقوق الخدم، شو لهم وشو عليهم، في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والشكر موصول حقيقة على طاقم التصوير والمخرجين والقناة بأسرها. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.